السفر. ايوه يعني مثلا حددوها بالسفر 83 كيلو، في ناس حكوا انه حسب المشقه، بعضهم حددها ب 80 كيلو 81 83، بعضهم قال مشقه، جميل، بعضهم قال كذا. هات ناخذ ابعاضهم ونجعل صاحب كل قول على ميزان نبي الله. فاللي قال 83 كيلو من كله أين هي من عند نبي الله؟ اللي قال بالمشقة نقول له أين هي من عند نبي الله؟ شيء. فالذي قال بالثمانين فما فوق كيلو هو حقيقة لما قيلت في المذاهب الأولى كانت على 16 فرسخة، توافق اليوم نحو من 80 كيلو فما فوق. فنسألهم 16 فرسخا، هل عندكم من سند إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام ورب هذا البيت؟ ليس من سند عن نبي الله في 16 فرسخة. اتفقنا؟ أنهينا أول واحدة. جايك أنا جايك يا شيخ. أنهيت؟ حتى لتعلم في المذهب المالكي خمسة أقوال. إحنا اليوم الأمة قال توهمك إنه هذا متفق عليه 81 كيلو 314 متر و44 سنتي وخمسة كل هذا جبريل كان هيك بفهموك إنه كل شيء تمام. المذهب المالكي في خمسة أقوال، لسه مالك لنفسه مالك بين نفسه فيه له خمس أقوال. 46 ميل 40 ميل 38 ميل 45 ميل واحد فيه. إنما في خمسة أقوال في المذهب المالكي، لسه في المالك. واضح أخوانا؟ ابن المنذر أحد أعيان علماء المسلمين أحصى في هذا زيادة على 20 رأيا، 20 100 ألف. هات للحديث، هات. فأول شيء 16 فرسخ لا أصل لها، اتفقنا؟ المشقة لا أصل لها، لا أصل لها، بدليل أخي أنه كل علماء الملة اليوم اللي بيقولوا بالثمانين كيلو هم اليوم متفقون لنقل على 80. كلهم لو أنا طرت بطائرة على يعني فراش ماء وحول الخدم والحشم، طرت نائما ووصلت نائمة وقطعت 1000 أو 100 ألف كيلو، هل لي أن أفطر؟ كلهم بيقولوا له نعم، ولا محل للمشقة أبدا. بدليل لو كنت في دارك يا أخي شوبان وتعبان، هل لك أن تفطر؟ فأنت في مشقة، صحيح؟ بينما الرجل سافر 100 ألف ناعما طاعما هانئا يجوز له أن يفطر. هذه المشقات هذا لا أصل له. كما قلت لكم نبي الله عليه الصلاة والسلام، ذكرني بالطواف يا شيخ، نبي الله عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في المدينة كان يصلي في مسجده من الطين والعسف، حر وقيظ وهاجرة، صحيح؟ كم كان يصلي الظهر؟ أربعا. اليوم في المسجد النبوي تبريد وسجاجيد وبسط، أكم ركعة تصلون؟ الأصل 40، لأنه أيام الحر والقيظ 4، اليوم في البرد والهناء أديش لازم؟ بقيت 4. فإذا استوت في الحر والقيظ والهاجر 4 وفي البرد والهناء والنعمة 4، بالتالي اللي علق على شيء من هذا مخطئ. واضح أخي؟ فزالت المشقة، اتفقنا؟ وزالت 81 كيلو لا سند ولا أصل. بقي العرف انه بعضهم قال هكذا، وهذه ينقلون قولا عن ابن تيمية انه قال كونه انه الشرع لم يحدد مسافة بالتالي صار السفر بالعرف، وابن تيمية في هذه مخطئ ومن تابعه مخطئ. ليه؟ لان الشرع حدد في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قيل لانس، سألوا انسا عن القصر في الصلاة، يعني وين نقصر بأدي؟ قال كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج 3 أميال صلى ركعتين. الحديث 3 أميال أو 3 فراسخ، الشاك ليس أنس ولا يحيى، شعبة عن يحيى.
والأحاديث الأخرى تبين أنه ثلاث أميال. في سنن أبي داود عن دحية الكلبي من أصحاب نبي الله، خرج من قرية في دمشق في الشام، قرية اسمها مزة إلى الآن موجودة، ثلاثة أميال. خرج من قريته، وليس كما يظن الناس أن يفارق البنيان، خرج من قريته من محل إقامته ثلاثة أميال في رمضان، فأفطر وبقي ناس صائمين، فقال يرغبون عن سنة نبي الله، اللهم اقبضني إليك. ثلاث أميال فيها مشقة، حتى لو لم يفارق البنيان وأبدا. خرج من أهله، تخرج من أهلك ثلاث أميال، واضح؟ ما هو البنيان يا أخي، هذا بنيان نيويورك متى ينتهي؟ بنيان نيويورك متى ينتهي؟ تنين يا أخي. أفترض أنه هذه مدينة، انتبهوا معي، هذه مدينة ورجل في أوسطها، يقولون له لا تفطر حتى تفارق البنيان، جيد؟ طيب، هذا الرجل في أوسطها ورجل على حافتها، إذا رجع خطوة إلى الخلف أفطر، هي طلع، فهذا بيرجع خطوة بيفطر، هذا مسكين على ملة واحدة وبلد واحد وشهر واحد، لا يفطر حتى ينقطع نفسه ويفارق البنيان، من أين لكم مفارقة البنيان؟ قول كالعرف وكالكذا، والدين ليس بهذا، الدين بالاتباع والسند. عند أنس قال كان إذا خرج ثلاثة أميال، كذلك اللجلاج من أصحاب نبي الله قال خرجنا مع عمر ثلاثة أميال، عمر أشد منا دينا ونفسا وجسدا وجسما، ثلاث أميال، فقصر وأفطر. أزيدكم كونه صار مسجل هذا الموضوع إخوانا، في كتاب مشهور في الناس، وأنا بالعادة لا أحيل إلا للحجج، كتاب اسمه فقه السنة، كتبه رجل اسمه سيد سابق قبل نحو من 60 سنة، الرجل أزهري، واضح؟ يعني بشهادة العلماء من العلماء، قبل 60 سنة، الكتاب اسمه فقه السنة. ارجع فافتح باب المسافة التي تقصر فيها الصلاة، طبعا يا أخواننا المسافة التي تقصر فيها الصلاة المسافة التي يفطر فيها الصائم، ما في فرق بينهما، اللي فرق بينهما لص، ما في تفريق، لأنه اللي بيقولوا أنه المسافة التي تقصر فيها الصلاة 80 كيلو يفطرون عليه، واللي بيقولوا 50 يفطرون عليه، واللي بيقولوا 150 يفطرون عليه، واضح؟ فسيد سابق في فقه السنة باب المسافة التي تقصر فيها الصلاة ساق الأقوال، اسمع، وساق قولا لأبي القاسم الخراقي، أبو القاسم الخراقي من متوفى الرجل قبل 1100 عام، 1100 عام، من أتباع المذهب الحنبلي، هذا فقط للتعرفة، هذا لا يقدم ولا يؤخر، واضح؟ أبو القاسم الخراقي من أشهر من تكلم في المذهب الحنبلي، في كتاب اسمه المغني لابن قدامة، من أشهر كتب الحنابلة، أصلا هذا المغني شرح مختصر أبي القاسم الخراقي، اتفقنا؟ فأبو القاسم بيعلق بعد وفاة الأئمة الأربعة، قال ما ذهب إليه الأئمة، هذا نقله عنه سيد، قال ما ذهب إليه الأئمة، اسمعوا، لا دليل لهم عليه، اذهبوا من ورائي وتبينوا. فقه السنة سيد سابق باب المسافة التي تقصر فيها الصلاة، نقل عن أبي القاسم الخراقي، أبو القاسم متوفى بعد أحمد بن حنبل بنحو من 70 سنة، من علماء الحنابلة، قال هذا الرجل ما ذهب إليه الأئمة، يريد بهم الأئمة الأربعة في القصر في الصلاة، لا دليل لهم عليه. فجاء سيد سابق فنصر حديث مسلم الذي حدثتكم به بالأميال الثلاث، وأحصاها شبرا شبرا، وهذا منه، إنما نصر هذا، واضح؟ واضح أخوانا. وابن حجر العسقلاني من المتأخرين، يعني نسبيا في القرن التاسع،
ابن حجر العسقلاني قال هذا الحديث حديث أنس أصح، اسمع، وأصرح ما في الباب. طيب والأمة على ماذا؟ فالعرف سقط، القول بالعرف سقط، لأنهم ما صاروا إلى العرف إلا ظنا منهم أن الشرع لم يحدد مسافة. طيب وقد تبينت المسافة فسقط العرف. الثانية المشقة، قول وظن من أنفسهم فسقطت. 16 فرسخا أو 80 كيلو سقطت. ماذا بقي؟ السند إلى نبي الله عن أنس الذي ساقه أبو الحسن النيسابوري رضي الله عنه، الإمام مسلم، اتفقنا يا أخواننا؟ ثم ما ساقه أبو داود أن دحية الكلبي خرج من قريته 3 أميال فصلى فأفطر. واضح يا أخوان؟ اليوم الأمة فماذا سيقولون اليوم؟ هذه مهمة يا شيخ. اليوم الأمة بيقول بس يا شيخ إحنا اليوم عندنا سيارات وعندنا طيارة، شيخ؟ فقلنا لهم بالتالي يلزمكم نبي بسوق سيارة، لأن الظاهر أنتم تزعمون أن النبي الذي بعث فينا لا يعلم ما ستصيرون إليه. قلت لهم ألم يحدثكم نبي الله أن عيسى نازل في دمشق يلبس ممصرتين يعني بيج على جناحي ملكين، وقال أن من يفتح روما على حال كذا وكذا ويرسلون 10 طلائع لو شئت قال لسميتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، اسمع، وألوان خيولهم. هذا كان ولا لسه لم يكن؟ يبقى السيارات اللي انتوا فيها قبل ما اللي بحدثكم، وحدثكم على بعض السيارات. تنين اخوان اسمعوني، اتينا مكة البيت الحرام، نقرب لكم حقيقة الكعبة يا اخواننا بحجر اسماعيل مستطيلة، مع الحجر الكعبة مع الحجر مستطيلة، جيد؟ فجاء رجل يطوف الفرض سبعا بمحاذاة البيت، منيح هكذا يعني ما في حدا ألصق منه إلى البيت، سيطوف سبعا، جيت أحصيها، ينهيها بغير يعني مزاحمة ب15 دقيقة مثلا إلى 3/4 ساعة، جيد؟ فجاء رجل فطاف في أقصى الصحن، فجاء رجل فزحم يعني غالبه، فطاف في الدور الثالث، هذا يتمها لنقل في 20 دقيقة، اللي في الدور الثالث بكم سيتمها؟ طيب هذا مثلا عليه لنقل، عفوك، لنقل 500 خطوة، شيك؟ طيب اللي في الدور الثالث، طيب على هذا 7 وعلى الذي في الدور الثالث كم؟ لا يا عمي ما بيصير، أيام النبي 3 أميال، اليوم في سيارات، فاللي طافهن 7 اللي في الدور الثالث بالعقل والقياس والرأي والظن لازم يطوف مدة 3/4 ساعة، أجت شوط 3/4 ساعة، أنا ما إلي تلت بتلت، أما أنت تطوف والله 7 أشواط تخلصها ب3 ساعة وأنا أخلص ب3 ساعات تتفطر قدماي ولا لا يا أخوان؟ فإلى الآن عليه 7 طفت محمولا أو زحفا أو سباحة، بعضهم طاف سباحة من كان يغرق البيت، منيح؟ أو عليك 7، اتفقنا يا أخوان؟ بالتالي اللي بيقول لك اليوم في سيارات هذا لا يقدم ولا يؤخر، ليه؟ أزيدك ليه؟ أيام النبي كان في خيول؟ الخيل يا أخواننا، وهذه آية لازمة كونه إحنا افتتحنا الباب، النبي عليه الصلاة الله أنزل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، اسمع، ويخلق ما لا تعلمون. فتقول سيارة طيارة صاروخ كله داخل، أنت لا تعلم ماذا سيكون في هذا، لسه بقي أشياء لا تعلموها ما تحاججوا فيها لا تعلموها. سليمان عليه الصلاة والسلام أتى بالعرش بطرفة العين، يعني على السيارة ولا على تراك؟ كيف جابها؟ طيب فهذا لا قبل لكم به. طيب الرجل سليمان أو الذي أتى بآل سليمان
هذا الرجل يخرج بهذه السرعة، عليه قصر ولا ما عليه قصر؟ يعني وصل طرف الأرض قبل أن يرتد طرفه، يقصر ولا لا يقصر؟ الرجل سافر، خلص سافر، السافر انكشف، أنت هون في بيت سفر يعني انكشفت. طب أديش انكشاف؟ الحمد لله أن النبي تبين من أمره كان إذا خرج 3 أميال. فالخيل كان أيام نبي الله، الخيل يا أخوانا الخيل السريع الأصيل المضمر هذا يمشي بحسبة الناس اليوم بالمعدل 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة، الخيل السريع 60 إلى 70. طيب السيارات اللي بتتكلموا عنها في البلد 60 و70، فهذه السرعة بين أيديك أقول لها خليها 140 شيك، يعني خيلين سرعة خيلين. فأيام النبي الذي يمشي على رجله سرعة الناس اليوم بيقطع 5 كيلو بيمشي مشي، الخيل 60 كيلو، منيح الفرق 12 ضعف. فلما كان في حياة النبي 1 إلى 12 ضعفا ما تغير الحكم، سيارتك اليوم عن الخيل 2 ضعف، فإن لم يتغير الحكم من 1 إلى 12 ضعفا ليه سيتغير من 2 إلى 2؟ مش هيك يا أخوان؟ هيك الخيل تقطع جبال، يعني السيارة أحيانا بدها ساعتين عبين ما توصل للنص. جيد، بس أنا بحاكيهم فيما هم فيه، واضح يا أخواننا؟ فهذا اللي قالوا لا يصح. 2، حكم الله ونعمة الله. فالسيارة من نعمة الله، نعمة الله لا ترد حكم الله. فحكم الله يوم كنت تمشي على رجليك ثم أعطاك مالا وخيلا فلا يبدل حكمه، بدليل يا أخوانا مناسك الحج يوم حج نبي الله، اليوم في طيارات وسيارات، تغير شيء من المناسك؟ طب ما عندكم سيارات يا أخوانا. واليوم صحن الكعبة أنا كما علمت أنه المحل الوحيد المبرد من الأرض، يعني المحل الوحيد اللي فيه تبريد تحت الأرض هي الكعبة. طب النبي كان يطوف على رمل يكاد يشتعل، انتوا اليوم بتطوفوا على رخام بارد، مش هيك يا اخوان؟ يطوفوا 7 وتطوفون 7، الاصل ان تطوفوا 70، بقي الامر كما هو. لو طفت، لو اتسع الصحن وصار الصحن في طرف مكة كم عليك؟ 7، صحيح؟ سلهم، واضح يا اخواننا؟ واضح. اليوم ما تقولوا في عندنا سيارات؟ سيارات نعمة. طب بجاوبك، في واحد بيقول لك الناس كل يوم بتسافر، في ناس كل يوم بتسافر، فنسأل يعني هذا اللي كل يوم بيسافر، حقيقة لو قلنا أن الإفطار في السفر رخصة وليس عزيمة، علما أن عند ابن عباس وعمر الإفطار في السفر عزيمة، ليه؟ فلو قلنا أنها رخصة، بالعادة الرخص لصاحب التعب والمشقة ولا للمطمئن المستقر المستريح؟ لمين الرخصة؟ لصاحب المشقة. طيب اللي بيسافر كل يوم هو صاحب المشقة واللي بيسافر مرة في السنة مين صاحب المشقة يا أخوانا؟ اللي بيسافر كل يوم مشقة. هلا اللي بيسافر مرة بالسنة بيقولوا له أنت مرة مسافر خلاص سوقها، أما اللي كل يوم سيجهد ويسافر هذا الذي وجبت له الرخصة. واحد كل يوم بده يطلع راس الجبل، واحد مرة في العمر، لمن الرخصة؟ للي كل يوم مشقة. هذاك بنقول له اصبر. أيوه، بيقول أخونا متى يعيد؟ وهذا دائما بيقولوا الناس متى يعيد؟ فقلنا لهم احنا نعلم عن المريض والمسافر الافطار، ولكن فرق، المسافر عزيمة والمريض بالرخصة، هذا الدين، هذا ليس من عندنا. النبي قال ليس البر ان تصوموا في السفر، ما قال في المرض. المرض انت انظر نفسك، فان افطرت فرخصة يحبها الله. انما رجل طول عمره مريض، هذا متى يصوم اخي؟
يصوم، لا يصوم، ويأتي الله ولم يصوم، لا يصوم. رجل يا أخي ما مع مال ولا بيقدر يحج، هذا متى يحج؟ لا يحج. رجل لم يملك نصابا، هذا متى يزكي؟ لا يزكي شيء. الصيام ليس على المسافر. فإذا أنت طول عمرك مسافر زي منيح، امرأة فتية تحيض ما في رمضان إلا وعليها حيض، يا أخي هذا متى ستتم رمضان؟ هاي لا تتم رمضان، ولا ينبغي لها أن تتم رمضان. والله غضبان، يغضب الله أنها لا تتم رمضان، لا ينبغي. إذا أتمت رمضان أخطأت يا شيخ، واضح أخوان؟ فلما يستقر المسافر ويشفى المريض فلله عليهما ما عليه ما عليهما، واضح؟ أما ما بتقول لله بدي أحج، ما في بدي أحج، لمن استطاع إليه سبيلا. المسافر لا يصوم، هذا كان النبي حقيقة، ستجدون في الأحاديث أن الصحابة خرجوا مع نبي الله، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، هذا أول الأمر. ابن عباس قال كان آخر الأمر ترك الصيام في السفر، فالذي ذهب إلى العمرة في رمضان فعل نافلة وترك سنة، السنة أعلى من النافلة، واضح؟ ماذا أردت أن تسأل؟ حتى رسول الله خرج لمكة بقي بأيام 10 15، هذه مهمة يا أخواننا. ابن عباس بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان، شيك يا أخوانا 20 رمضان تقريبا، 17 رمضان فتح مكة، 20 رمضان تقريبا دخل مكة، واضح صحيح؟ أصلا وصلها مفطرا، ولكن لما دخلها واستقر وكان فيها كالملوك، قال ابن عباس بقي مفطرا حتى انسلخ الشهر. فتح مكة أعظم وأعزم أم عمرة نافلة في رمضان؟ فإذا النبي فتح مكة وكان عنها مصروفا 8 أعوام، فلما جاءها في رمضان الفريضة فاتحا بقي مفطرا، فمن صام فلا حظ له في سنة النبي. أنت بتزعم أنك أعزم وأكرم على الله منه، كيف؟ في عمل عند أحدكم أعظم وأعزم وأكرم عند الله من فتح نبي في رمضان لمكة؟ في، فإذا فتحها وأفطر وبقي مفطرا، مين هذا اللي بصوم يا أخوان؟ أنا مش فاهمه. مخالف، هو بقي 10 أيام، متى ما بقيت شيخ؟ أيوة أخونا بيقول كم الفترة، بعض في المذاهب في 4 أيام، في 14، لا يصح من هذا شيء عن نبي الله. أصحاب نبي الله يتكلمون عن السنة والسنتين والثلاثة والعشرة. طول ما أنت مسافر تعلم أنك لم تستقر، أنا خرجت في عمل لما وسأرجع، لما أنهي بأنهي. ما لم تنوي، ما إيش يعني تنوي؟ أنك لن ترجع. إنما بيقول لك رأي، يعني أنا يعني حتى دارس أخي رايح له حاجة دراسة فاتخذ مسكنا للدراسة. طب ما هو أنا المسافر المتاجر اتخذت مسكنا من نزل بسموه فندق، شو الفرق أخي؟ واضح؟ وفي عن أصحاب نبي الله العام والعامين والثلاثة والعشرة أنهم بكوا يقصرون الصلاة، يعني يفطرون، واضح؟ بس الناس يشددون على أنفسهم. متى ستتم الصيام؟ حين تستقر. فإن عاجلك الله بموت ولم تقضي فلا شيء عليك. تظنون أن الله يملأ خزائنه بصلواتكم وصيامكم وزكواتكم؟ هذه لكم، مما لكم أن تتبعوا النبي في إفطاره. فإذا أتيت الله يوم القيامة متبعا النبي الله مفطرا في السفر، هذه لك وليست عليك. فإن سألك الله قل له اتبعت النبي، هذا من أعظم الأعمال. شيخ، مين قال لك أن الدين المشقة؟ الدين الاتباع، السمع والطاعة، هذا دين، فيما تحب وفيما تكره. ما لها الصلاة؟ عمرة، عمرة كمان مسافر، مكة
إذا كنت في سفر مكة أو المدينة أو أي بلد فصليت منفردا فتقصر لزاما، وإذا صليت وراء مقيم البلد تتم. هذه الرواية عن ابن عباس قال: سنة نبي الله أن من جاء مسافرا وصلى وراء إمامها المقيم أتم بصلاة إمامها، وإذا صلى منفردا صلى قصرا لزاما وليس رخصة. ناس بيقول لك القصر رخصة، خطأ. هذا روي عن شافعي، هو اللي قال أن الإتماء أن القصر في السفر رخصة، هذا خطأ مخالف، خطأ أبدا. نبي الله عليه الصلاة والسلام كما روى عنه صاحبه قال: ما أتم صلاة في السفر قط، ولا أبو بكر ولا عمر. فكيف بتقول رخصة أخي؟ كيف بتقول رخصة؟ تنين ابن عباس قال: إن الله فرض على نبيكم صلاة السفر ركعتين، فرض على نبيكم صلاة السفر ركعتين، فليأتمها أربعا كالذي يصلي في بيته ذوات الأربع ركعتين. جهالة، أفسد صلاته. المسافر ليس له إلا أن يقصر، فإن أتم كالذي قصر في الحضر. واضح؟ حديث إن الله وضع عن المسافر فيه كلام، فيه كلام. رجل كثير السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث حمزة اسمعوني أخوانا، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنني أسافر فأصوم وأفطر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قلت لكم كل الأحاديث هذه كانت أول الأمر، آخر أمره ليس من البر الصيام في السفر. أبو الدرداء قلنا في سفر، أبو الدرداء حدث عن نفسه، أبو سعيد حدث عن نفسه، الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر. واضح يا أخوانا؟ أحاديث الصاحب لا ترد حديث نبي الله، أحاديث الصاحب تنفع إن لم يكن لها مخالف من الصحابة، فما بالك إن كان لها مخالف عن نبي الله. واضح؟ كثير من الصحابة كانوا يقولون: رحم الله فلانا من أصحاب نبي الله، شهدنا ولم يشهد. واضح؟ يا أخي يأخذوا، يأخذوا، نسأل الله يأخذهم للجنة. هم تظلهم يأخذوا. بقول لك عندنا حديث أخذنا به، أخذوا بأبي الدرداء، أخذنا بنبي الله، انتهى. تشتغل إيه؟ يعني تخرج من بيتك، دير بالك اللي يعني شغله أنه يتحرك مثلا 1000 ميل في محيط بيته لا إفطار له في محيط بيته، أنما خرجت من بيتك. اسمع أخي، بيقول أديش كم كيلو؟ 120 كيلو. حسن بالرجل أيكون جريئا وقحا في البلاغ من خرج 3 أميال من أهله وداره، فعليه لزاما أن يقصر وعليه لزاما أن يفطر 3 أميال. واضح؟ واضح أخي؟ أنهيت. طول ما أنت مسافر لن تعاجز ربك، طول ما أنت مسافر ليس عليك صيام حتى تستقر فتقضي ما عليك. يعني اليوم اللي تفطر قال الله فعدة من أيام أخرى، في اليوم اللي كنت الآن استقريت صار لله عليك حق أن تقضي يومك. واضح أخي؟ واضح؟ طول السنة أنت مسافر لا صيام عليك حتى تستقر. لا تطعم، ما تطعم، لا تطعم. الذي أفطر يوما قال الله من كان على سفر فعدة من أيام أخر، قال ما قال يطعم ولا يقاس في الدين، ما عندنا قياس. المسافر لا يصوم، إذا كان عمرك كله صيام كله سفر فلا صيام عليك، فإن مت فسئلت يعلم الله قبل أن تسأل أنك كنت مسافر.
ومن سافر فصام فقد خالف. الدين الطاعة وليس المشقة. يعني لو رجل صلى إلى غير القبلة 1000 سنة له صلاة؟ مع أنه صلى يا أخوانا. الدين الطاعة إلى القبلة إلى الوقت إلى الشرط، واضح؟ فمن فعلها بغير شرطها فلم يفعل شيئا، فجوع نفسه وعطش نفسه هكذا. يقول لك هذا راح يصفي أغلب الناس مفطرين من كلهم، يعنيكم أن تصوموا؟ بيقولوا نعم. كلهم اقعدوا تسافروش، تسافروش ليش؟ هذه مهمة جدا. هلا بيقول لك إذا على كل 3 أميال أنا سأفطر. زمان كانت 3 أميال يا أخواننا كثير. 3 أميال الناس ما كانت هكذا ديارة، لا، 3 أميال مسير ساعة. الناس كان بيته يعني وطعامه وغنمه حول بيته، قال لما يخرج. اليوم صار في سيارات، فصار من اليسير أن يخرج 100 كيلو زي ما بيقول لك شيء. فحتى إذا بتقول لي على 5 كيلو أنت على طول مفطر، سيأتي يوم نيح في الغرب، في الغرب الناس يذهب إلى عمله 200 و300 كيلو، فبصير الكل مفطر. طيب شو بدك تقول له؟ أجب هذا، أنت فطرته ب80 كيلو، هيو خرج 100، ماذا ستقول له؟ انتهينا إلى نفس الأمر. إذا أردتم أن تقيموا منسكا فخذوا إجازاتكم كما تقولون، وأدوا مناسك الله كما هي، ثم أخرجوا بعد رمضان بنشاط. بقول لك لا، بدي أشتغل وبديش أضيع فلوس ولو بضيع الصيام. هذا الأمر إليك. إيه؟ عمل حسن. بيقول لي لو أخذت إجازة العمل في رمضان حتى أستقر وأفرغ لنفسي وعملي، يجوز؟ طبعا يجوز. هل تأخذ إجازة للحج؟ هذا ليس قياسا، تقريبا. طبعا، ما المانع؟ كنت أنا ذر فقلت ما بدي أسافر، بدي أقعد وأصوم، أنا رجل مسفار نيه، لن أخرج في رمضان، سأقعد وأتم صيامي، ما حد له عندي. فإن خرجت علي إفطار.